هات ورقتين يا احمد، هات ورقتين. هات ورقتين اللي عندك. اسامة عمر اطلع فوق بس. تعريف الكائنات الجوية. ايمن يور سودي طارق. ايه؟ ايمن يور سودي طارق. لا والله. ايوان. واحد. انا اسف يا جدعان ان احنا والله عمر تعالى اسال اسال. ايه يلا. لا لا يا عم هيشتموا لك. مين عايز لا؟ اللي فات كده. خلاص حبيبي احنا خلصنا خلاص النادي ده بقى بتاع 4 9 ساعات الحمد لله. طيب انت امتحنت نويز في المتر؟ انت جالك نويز في المتر؟ والله العظيم احنا جالنا نويز في المتر. جالنا ليش؟ انا ما جاليش نويز، انا ورقتي ما كانش فيها نويز. انت اعتبرت ان جالك ورقه نويز؟ كان الصغير اللي جاب الموست ده انت بقى اللي والله الامتحان سهل. لا جدا. انا ما حلتش بصراحه. هو الامتحان سهل واحنا ما حلتناش. دي ناس ما بتذاكرش اصلا. ما بتذاكرش بصراحه. دي ما بتذاكرش. دي ناس ما بتذاكرش. كده الامتحان عامل ايه؟ ايه؟ تمام. انت لو ما فهمتش طيب بس هو بسرعه. ايه هو احنا اول حاجه اتكلمنا عليها خالص المنهج كان ماشي ازاي. اول حاجه بدانا باور اب فايز او دراف ستيكس. قلنا ازاي نوصل باور عاليه للدوت. انا عايز مثلا دوت سماعه او انتنه. ازاي اوصل باور عاليه عن طريق انها تستخدم ايه الاب ستيكس. بعد كده تاني حاجه اتكلمنا عليها هي النويز. قلنا ازاي نعمل نويز اناليسيس زي الكترونيك سيركت ونطلع الاب نويز. بعد كده جبنا الانبوت فيري نويز والنويز فيجر شفنا ازاي كل سيركت بتاثر على النويز بتاع السيستم بتاعي. طيب تالت نويز بقى عندنا خالص هو الكرنت نويز. طبيعي لما اجي اعمل اي الكترونيك سيركت بحتاج كرنت سورسز. مثلا عايز اعمل سورس كرور محتاج ايه؟ محتاج بايس كرنت. اي بايس محتاج بايس كرنت عشان يدخل الترانزستور في الساتوريشن ريجن يبدا يشتغل كايه؟ كسورس كرنت او طبقه. مثلا لو احنا فاكرين برضه في كلاس اي بي كنت بحتاج بايس كارنت فوق كده عشان اشغل الدايس دي عشان يجيب لي الفولتج اللي انا عايزه واشغل كلاس اي بي زي ما انا عايز صح؟ طبيعي انا بحتاج كارنت سورس. طيب كارنت سورس ده عباره عن ايه؟ كارنت سورس هو مجرد سيركت ايلمنت كده محتاج الكارنت يبقى طول الوقت ثابت. محتاج الاي دي بقى محتاج ار اوتبوت تبقى من انفينيتي. ليه احتاج ار اوتبوت تبقى من انفينيتي؟ هو عارفين ان انا عندي كارنت سورس كده مع اوتبوت ريزيستنس وعندي نود. طب انا عايز كل الكرنت يروح للنود. في احسن حاجه احسن حاله لو الار اوت دي انفينيت كل الكرنت هيروح لفين؟ احسن حاله لو الحته دي شورت سيركت كل الكرنت هيروح لمين؟ شورت سيركت. الار اوت النود مش هيوصل له حاجه. انا عايز الار اوت تبقى انفينيت عشان كل الكرنت اللي بتطلع من الكرنت سورس يروح للنود بتاعي. طيب فانا عايز اي شكلها عامل زي مع الفولتج. شكلها كونستنت مع الفولتج. مجرد حاجه بتثبت لي الكرنت في البريكس اللي هو ماشي فيه الكرنت ده. عايز دي مينيمم بزيرو. ما بقاش عندي كارنت سورس شغال في ريجن وريجن تاني لا. عايز يبقى شغال من زيرو لحد مثلا بي دي. شغال على كل الرينج بتاعي. مش نص الرينج مثلا على جزء منه. شايف ايه علاقة دي مينيمم بالكارنت يكون شايف؟ انا عايز كارنت سورس شغال طول الوقت. ما ينفعش تقول لي لا هو مش شغال. من اول 4.5 ل 5 فولت هيديك اصلا كارنت وبعدين هيديك زيرو. تمام كده.
دي كده حاجه وحشه. انا عايز كرنت سورس طول الوقت مش فيجن صغير بس. هي دي البي اوت دي البي مين دي مين الفولتج ريكوايرد اللي انا شغال الكرنت سورس. انا طبيعي عايز ده كام؟ عايز اكبر ريش شويه لحد زين. عايزين كرنت سورس. هنشوف اصلا كرنت سورس عباره عن ايه. هو ده كرنت سورس صح؟ كرنت سورس حاجه بتثبت لي الكرنت كونستنت وعايز اقرب بتاع الانفينيتي. يا دكتور احنا عايزين نعمل ايه من الاخر؟ يعني احنا بنعمل كرنت سورس. ده انا بقول لك بكلم نفسي من شويه. شوف من حضرتك الفيلد ده بتاع ده احنا هنعمل ايه يا دكتور؟ طيب ايوه عايزين نوصل للموضوع ده. البدايه خالص انا محتاج كرنت سورس يعمل لي بايزنج في الدائره بقى. كرنت سورس عباره عن ايه؟ انا عشان ايوه الثاني كارد ميرور الشكل ده كارد الشكل اللي هو ده. كرنت سورس العادي كرنت سورس العادي جاي من ايه؟ حاجه من الكرنت لو معاها كان الاوت بس بتاعتها الانفينيتي. احنا عايزين نعمل لك سيركت. كرنت سورس عباره عن ايه؟ انتوا عارفين السيركت بتاعتها عباره عن ايه؟ كرنت ميرور. ايوه مش لا كرنت سورس مش احنا عايزين نعمله بقى. عايزين نعمل الكرنت سورس نفسه. ايه في اليابس؟ ايه في اليابس؟ ايه في المونتاج؟ هنتشال في المونتاج كل ده. فلت ريستكشن على ربع ساعة كله. طبعا الناس ركزوا معانا. احنا بنشوف اصلا دلوقتي انا عايز اشوف كارت عايز ابني كارت سورس. هشوف ازاي هبنيه وايه المشاكل عشان كده عملنا كارت ميرور. ليه عملنا كارت ميرور اصلا؟ هشوف بقى المشاكل اللي واجهتني وانا ببني كارت سورس. فكرة من كارت سورس انا عايز كارت من كارت. ايوه عايز اعمل حاجات دي. عايز اعمل كرنت سورس يعمل لي بايزنج للدايره بتاعتي. عايز احط كرنت سورس هنا يعمل لي بايزنج للدايره دي. هعمله ازاي بقى؟ طيب اسهل حاجه ممكن اعملها اجيب ترانزستور واثبت اثبت الجيت كرنت. انا عارف ان الكرنت في الترانزستور بيساوي ايه؟ جي اس جي اس على اثنين في جي اس ما فيش فاشل سكوير. هثبت في جي اس على في بي ده هو شغال في الساتوريشن صح؟ وده كده ثابت. انا هثبت الفي دي كده اجيب ايه؟ نايس. يبقى في كونستنت كرنت. بس ايه مشكلة ان انا اعمل كرنت سورس بالشكل ده؟ اول حاجة هل هو شغال طول الوقت؟ لا. الايكويشن دي فالت في اي ريجن؟ في الساتوريشن بس. لو بصينا على المنظر الثاني هو هنا الساتوريشن وهنا في الدرايف. في الدرايف مش شغال كرنت سورس. في الساتوريشن بس شغال كرنت سورس. انا عايز عندي رينج معين في مينا فولتج معين اقل منه مش هيشتغل في كرنت سورس. لو الاختلاف عن اقل في كرنت سورس هو عايزين الجيش يعني ايه؟ عايزين الجيش بالظبط. احنا عايزين يبقى شغال طول الوقت مش حته دي حته سات حته ترايل. طيب دي كانت مشكله كمان. اول حاجه الفي سيشن. الفي سيشن بكام؟ 1 تقريبا يعني على حسب. هي معتمده على البروسيس اللي انا ببني بيها الترانزستور بتاعي. ممكن اجي اعمل كورس تبني لي 10 ترانزستورز الاقي 1 فولت 1.9 1.1 اللي هم عمالين بيتغيروا. فلاقي ان الكرنت بتاعي عمال بيتغير مع البروسيس. مش ضامن ان اجيب كورس بتاعي بالظبط. كل ما البروسيس هتتغير اعمل كورس مختلفه الاقي الكرنت عمال بيتغير. الكي ان في كي ان بتساوي ايه؟ سي سي ميو نوت ميو ان سي اوكسايد دبليو على ان دبليو على ان. فاكرين من الاولى ميو ان هي الموبيلتي. الموبيلتي فانكشن في التمبتشر. كل ما التمبتشر بتتغير الموبيل بتتغير. فلاقي الكرنت بتاعي عمال ايه؟ بيتغير عمال يتغير مع التمبرتشر. انا في تمبرتشر فاريشن تايم فاريانت. البي بي البي بي عباره عن بطاريه. هل لما اجي ابني اي سي بعرف احط بطاريه جوه الاي سي؟ مش عارف احط بطاريه جوه الاي سي. هل اعملها باي سيركت ثانيه تجيب لي الفولتج ده؟ بس برضه مش هضمن ان هو ثابت طول الوقت. فحصل لي ايه؟ فاريشن في الفولتج. هي دي المشكله اللي عندي. عندي حاجه اسمها بي دي فاريشن. لو عملت كرنت سورس بالشكل ده هيبقى عندي فاريشن في البروسيس والفولتج والتمبرتشر. مش هبقى ضامن ان طول الوقت الكرنت ثابت. فاهم؟ اي حاجه من الحاجات دي هتغير لي الكرنت بتاعي. عشان كده احنا بنعمل ايه؟ بنستخدم كرنت ميرورز. طب انا في السيركل بتاعتي بحتاج كرنت سورسز كتيره قوي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنبني حاجه اسمها ريفرنس جنريتور. دي سيركل كومبلكس سيركل بصممها بحيث اضمن فيها ان الكرنت طول الوقت ثابت. ما بيعتمدش لا على البروسيس ولا على الفولتج ولا على التمبرتشر. احنا مش هندرس دي من جوه عامله ازاي. بس المهم ان الناس لما بيجوا يعملوها بيضمنوا ان هي مش معتمده على اي حاجه من الحاجات دي.
طيب هل كل مره احتاج كرنت سورس في الدايره بتاعتي هقعد احط سيركت كبير قوي كده؟ لا، هنرمي السيركت دي مره واحده وكل مره هفتح الميرور الكرنت بتاعي في اي حته انا عايزها. اي مكان عايز فيه كرنت سورس امر الكرنت الاصلي ده، لان انا ضامن الكرنت الاصلي ده انا عامل سيركت صعبه عشان تضمن ان هو لا مفعول على بي ولا بي ولا تي. كل اللي هعمله ان انا هبدا امر الكرنت ده في اي حته انا عايزها. طيب عايزين نشوف الميرنج بشكله عامل ازاي. عارفين الكرنت في الترانزستور بيساوي ايه؟ كان عندنا في جي اس ما فيش سكوير صح؟ فانا مسكت اثنين ترانزستور ام 1 وام 2 وصلت اثنين جيتس ببعض والاثنين سورسز واصلين زي بعض من الجراوند. يبقى اثنين ليهم نفس ايه؟ اثنين ليهم نفس الفي جي اس، يبقى مش ليهم نفس ايه؟ لو كي ان زي بعض مش ليهم نفس الكرنت. فدي الفكره، انا هاخد الريفرنس كرنت امشيه في اول ترانزستور ام 1. اي 1 هيساوي اي ريفرنس هيساوي ايه؟ نص نيو ان سي اوكسايد دبل على ال بتاع ترانزستور واحد في ايه؟ في جي اس ما فيش انا سكوير. واي اللي ماشي في 2 هيساوي ايه؟ نفس القصه بس دبل على ال 2. طيب ده ايه الريشيو بين اي اوتبوت واي ريفرنس؟ دخلت الاثنين على بعض. دبليو ال 1 على دبليو ال على ال 2. على اي دبل على ال 2؟ على دبليو على ال 1. هل دي معتمدة على البروسس او الفولتج او التمبكشر؟ لا. ال 1 على ال 2. مش دي معتمدة على البروسس؟ انا ما ينفعش يغلط في الدايمنشنز، هو ممكن يعمل دايمنشن صح بالظبط بس في شاشه ما تطلعش الرقم اللي انا عايزه بالظبط. هو ده دي دبل على ان ده دي دبل على ان تاني عشان كده في ريشيو في الكرنت دبل على ان 2 على دبل على ان 1. هو مش هيبقى بس ده انا عامله مره واحده صح؟ ايوه الدايره بتاعته اللي هي الكومبلكس دي معموله مره واحده. اه طب انا لما كل مره قلل الكرنت دبل على ريفرنس يعني مثلا تقدر اعمل دي دايره عشان فيهم دايره فيها كارنت. لا لا، ادي اول كارنت صح؟ هاخد النقطه دي واديها على تاني كارنت. هاخد كمان هاخد النقطه دي كده ان شاء الله. طيب عايزين نشوف كده مساله واحده بسيطه. انا هعمل كارنت ميرور وحط ريزيستنس في دي والاثنين ليهم نفس الدبل على ال، عايز احسب اي اوتبوت دي اوتبوت منهم واي اوتبوت. لو الاثنين ليهم نفس الدبل على ال، لو اي اوتبوت هيساوي على طول هيساوي اي هيساوي اي ريفرنس. فاكرين الشكل ده كنا بنعمله في كلاس اي باور اند فاير؟ بنقول عندي اي ريفرنس هنا في الريفرنس. حتى اي ريفرنس هنعمل في دي ايه؟ لا فاكر اقول في دي اللي هي 10 ماينس في جي اس على الار اللي هي 10 بي. بس انا ما عنديش البي جي اس بس عندي ايكويشن الكارد هي ايه؟ كان عارفين بي جي اس موجود بي سبيشال سكوير صح؟ لو حليت الايكويشن دي على بعض هتلاقي سكند ديجري ايكويشن في بي جي اس صح؟ هتطلع لي حلين. انا هاخد شوف ال عشان نجيب اي اكتر. هو كارد ميرور اي اكتر هو اي ريفرنس. اي ريفرنس بيساوي ايه؟ بي دي ماينس. اه بالظبط. بص على الديستنس على بي جي اس. هتدي دي ماينس بي جي اس على اوك. اذا كان ديجري ايكويشن في الفي جي اس هتلاقيها هيطلع قليل يا اما في جي اس واحد هيكون اقل من 2.245 يا اما مثلا بنيجاتيف 0.4. اقعد اشوف طب ايه النيجاتيف 0.4 ده ريفيوز لانه اصلا هيخلي الترانزستور واقف هياخد القيمه دي. هقعد بقى احسب قيمه الكهرباء. طيب عايز اجيب دي اوتبوت من هنا. احنا عشان الترانزستور يشتغل بكارد ميرور محتاج يبقى انهي ريجن؟
كل الايكويشن بي جي اس ما بديش اشرح حتى الجي ام هي بي جي اس ما بديش اشرح كل حاجه بيطلع الترم ده كله على بعضه بنسميه ترم واحد دي اوفر درايف سيب البروف طيب انا اعرف بقى هنسوي ايه انا عندي على طول باصص على الدرين بتاع الترانزستور ام 2 مع ناس ركزوا معايا اعرف هنسوي ايه باصص على الدرين بتاع الترانزستور ارنو اعرف هطلع هنسوي ارنو ارنو هطلع على الدرين كان عندي ارنو على بيتا ولو عزمت اي 2 على اي 1 هنسوي ايه؟
اي اس 2 على اس 1 عليها في برضه اندبندنت من دي في تي فاليشن. هل عايز سؤال؟ طيب وانا باخد الاي بقى اي ريفرنس بالاي يعني هي اف كيو 2 على اي اف كيو 1 الساتوريشن كارت عملها خش مع الايه؟ لو انتوا فاكرين مثل ما قلنا بس هو اي اس 2 على اي اس 1 فهي اف كيو 2 على اي اف كيو 1. طيب احنا عملنا بيس بارامتر هنا علاقه اي واحد باي ريفرنس سوي بقى لو عملنا كارنت ماشي هنا فعلى طول اي ريفرنس هو مين؟ اي واحد اي واحد هيبقى على طول اي اوبن سواء هو اي ريفرنس في الايه؟ في الاريا على الايه؟ لو عايز نفس الكارت هحطهم الاثنين نفس الاريا، لو عايز ضعف الكارت هحط واحد الاريا هنا على هنا صح؟ طيب لو ما عملناش بقى البيس كارنت هيحصل ايه؟ بالظبط في شويه كارنت هنا فيحصل لي ايرور في الفيرور، انا كنت عايز اميرور مثلا الاثنين نفس الاريا خد ميرور 100% ده يبقى قد ده حصل عندي شوية ايرور كده بسيطة. بص يا كان معظم اصلا ديزاين دلوقتي بقت ما نجيش فيه خلاص اوبسليت شويه او قديم شويه دي احد يعني مشاكل فيه بس هي في سؤال برضه دايما عامه هل انت مهتم بالاكيوسي ولا بقى حاجه ثانيه؟ انا مش مهتم اصلا مش مهتم يعني ممكن يبقى عندي ممكن ننزل لحد 80% مثلا عادي انا مش مهتم بالاكيوسي دلوقتي انا مهتم باي حاجه ثانيه فممكن استخدم بيش دي يعني وعلى حسب انا مهتم بايه دلوقتي لازم نتكلم جنرال على حسب هنشوف كل الكيسز نشوف بعد مثلا انا مهتم بالاكيوسي خلاص هنا لو احنا مهتمين بالاكيوسي بقى عايزين نشوف الايرور هيبقى كام بيرسنت عايزين نطلع الايرور بقى مش معنى الناس تركزوا معايا الايرور بقى هيجي منين؟ انا عندي اي ريفرنس حبه منه هيمشي في البيز حبه هيمشي في اي واحد صح؟ طيب للتسهيل هنقسم ان اي اس 1 قد اي اس 2 الاثنين ليهم نفس الاريا يعني هيبقى اي اس 1 قد اي اس 2 يعني هنا على طول هيبقى علاقه اي 1 واي 2 ببعض اي 1 هيساوي اي 2 اي 1 هو الكولكتور كارنت علاقه البيس كارنت بالكولكتور كارنت بيتا زائد 1 ضد اي بيس عباره عن اي كولكتور على بيتا صح؟ فانا عندي نفس الكارنت هيمشي في الكولكتور دي يبقى نفس الكارنت هيمشي في البيس دي اي بيز هيمشي هنا واي بيز هيمشي هنا يبقى في قد ايه هيمشي هنا؟ اثنين اي بيز يبقى انا باخد اي واحد بقى باي ريفرنس اي واحد هيساوي اي ريفرنس ماينس اثنين اي بيز صح؟ طيب احنا قلنا اي واحد هي اي دي هو ليه اي واحد يكون اي مش مين اي؟ احنا اي اس واحد قد اي اس اثنين فالايكويشن ده على طول هيبقى قد بعض باي 2 هيساوي اي ريفرنس ماينس 2 اي بيس احنا قلنا اي بيس بيساوي كام بالنسبه للكوليكتور؟ اي كوليكتور على بيس اي سي على بي اللي هي اي 2 على بي يبقى اروح بقى اي 2 باي ريفرنس ودي الناحيه الثانيه اي ريفرنس على 1 زائد 2 على بيتا بلس 1 اي ريفرنس على 1 بلس 1 على 1 بلس 2 على بيتا هو ده ايه ده؟ يعني انا لما اتكلم الكارنت ماشي بقول ان هو اي سي يعني بقول مثلا كارنت الماشي مش دي لاين بل هو كان على اي سي. احنا لما جينا عملنا نقول ده كان بيشتيك الاول خالص زمان طلعنا الاكويشن بتاع مين؟ قلنا الاي سي بتساوي اي اس اي تو باور بي بي على بي فيلم لما جينا نعمل موديلنج اصلا للبيشتيك كان في انتراكشن موجود عندنا. عشان كده هي شفت اي مكان على اي سي. بالظبط لان اصلا الاكويشن اللي انا عارفها بتوصف الاي سي مش بتوصف الاي بي. طيب طبيعي لو بينا بين الاثنين ده يبقى كام؟ واحد ده يبقى 0 ده يبقى 1 ده
في الاخر اي 2 هيساوي اي ريفرنس. هنرجع للكيس دي اللي هو الاي زائد طبعا اي 2 قد اي ريفرنس. بس البيتا دي لو بيتا صغيره هيبقى عندي هنا ايرور في الايه في الميرنج من اي 3 من اي ريفرنس لاي اوت. اي ريفرنس اي ريفرنس هنعمل بيتا اي ريفرنس هيبقى اي ريفرنس هيبقى اي ريفرنس اي ريفرنس بس تبقى على طول 10 و10 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 و10
استنى طيب تعالى لا والله انا تعالى تعالى والله لا 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 la ropa. خلص المعمل؟ خلص المعمل. أنا طرد. طرد من الاثنين. خدت الهاتريك. خدت الهاتريك. مش مؤدي. مش مؤديتين. بتوت مؤديتين. وين طرد؟ وين ده طرد؟ لسه. قاعد لك كاميرا دي ضايقتني. هي بتنور فتحة على الأكسي كم طيب احنا قلنا في عفو في مينة معفو الفوتج معين لو انا اقل منه الترانزستور مش هيشتغل كارنت سورس صح؟ فاحنا عايزين نمسك بقى الترانزستور ده او الكارنت سورس بتاعنا بنحطه مع 4 سيركتس مختلفين نبدأ نشوف ايه كونديشن اللي هو هيشتغل صح ايه كونديشن اللي مشتغل كارنت سورس طب ايه لو هو شغال كارنت سورس اي اوت هيساوي ايه؟ هنسوي اي ريفرنس هنعمل حسابها من شويه 10.93 مللي امبير طيب ايه الكونديشن بقى هنا ان هو يشتغل صح احنا عارفين الكونديشن ان البي سي اي اكبر من 0.2 مين بقى اللي بيتحكم في البي سي اي؟ هما الاثنين دول نفس الاريا معطول اي ريفرنس احنا حسبناها في المساله اللي فاتت 0.93 طيب الفكرة ده في الجي سي اي مين اللي بيتحكم فيها؟ السيركت اللي انا حاططها السيركت دي بي سي اي هو اللي بيتحكم في قيمة البي سي اي السيركت دي عندي الريسورس والسورس هما هيتحكموا في قيمة البي سي اي هنا برضه نفس القصة عندي ترانزستور او ريسورس هو اللي هيتحكم في قيمة البي سي اي بكام طيب انا عارف ان الكونديشن عندي عبارة عن ايه؟ البي سي اي اكبر من 0.2 صح؟ البي سي اي بقى بتساوي كام؟ I'm going to go to the point. انت عارف تاخد مني الكارنت كيرف يبقى لازم تضمن لي ان دي 3 اكبر من بوينت تمام فاهم من كده الترانزستور هيخرج بره الاكل ريجن مش هيبقى شغال في الكارنت نفس الكونديشن هنا مين بيحدد قيمه البي سي اي على قيمه البي سي ما البي سي كام ب 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
حاليا نازل الاي يبقى اصغر من كام؟ 5 ماينس 0.2 على الاي اللي احنا حسبناها قبل كده اللي هي 0.93. يبقى حاليا المساله اللي هتطلع على الاي لازم يبقى اصغر من يعني 5 كيلو اوم. نفس القصه انا هستخدم الريسور ده وتحديه كانه كارنت سورس وده اللود بتاعه، لازم تضمن ان اللود ده يبقى اقل من 5 كيلو اوم، ما ينفعش احطه 10 مش هيشتغل كارنت. طيب لو حطيت دايت كونكتد ديفايس وهي كده انا برضه ان البي سي المفروض في كوليكتور بي سي يعطيه بكام؟ 4.2 والفولت الفلاش اللي هون لازم بي بي 0.7 يعني الفولت بتاع الكوليكتور بكام على طول؟ 10 او 39 انا فولت طول الوقت اكبر من 0.2 يبقى انا كونديشن طول الوقت هتسكول. لما اربط ال البيز دي كوليكتور عم حل البي سي لا لا كارت ميرو مش هيساعد كارت ميرو هياخد بره الاكتف فيجن. اخر كيس هي الكيس دي لو انا بصيت كده البي سي هتساوي كام؟ المفروض بتاعك يمشي كده صح؟ البي سي هتساوي نيجاتيف اي باور صح؟ دي كام؟ فنيجاتيف اي باور لازم اكبر من 0.2 ينفع نيجاتيف اي باور اكبر من 0.2 ينفع حاجه نيجاتيف اكبر من 0.2 لا لو ما كنتش ده عمرها هتحقق. لا ان الكيو 2 عمره ما بيخش اصلا في الاكتف فيجن عمره ما بيشتغل كترانس سورس. هل يمكنك ان تكون هناك بالظبط انا الكرنت مش مجرد فاكتور في جي اس بس عندي في ترم زياده اللي هو 1 بلس لامدا في دي اس صح؟
هلا بدي احسب اي اب واي ريفرنس، هلاقي اي اب بيساوي ايه؟ واي ريفرنس هيساوي نفس الكلام بس في اس واحد. لو في نفس اللمبر هيبعتوا له اي اب بتاع الاي ريفرنس هيساوي ايه؟ في على كده ايه في الطلب دافع عين الاثنين على دافع عين واحد. المشكلة ان في ترم زيادة، لما اجي اعمل ميرنج هلاقي في ترم زيادة عندي، ده واحد فصلان ده بي دي اس اثنين، واحد فصلان ده بي دي اس واحد. هل احنا ضامنين ان البوتلز ده قد البوتلز ده؟ مش ضامنين، فيحصل عندي ايه؟ حصل عندي ايرور في الميرنج. يسجع كده هو ايه وبنتسجع في الامتحان في الاخر وبنتسجع في الامتحان عشان مش ضامن ان في دي اس 2 قد في دي اس 1. دي ممكن تاخد اي قيمه في السيركت اللي متوصله بيها صح؟ دي واحده قيمه معينه تيجي تتكرر فنلاقي في دي اس 1 وفي دي اس 2 مش قد بعض. لا في دي اس مالهاش علاقه، في دي اس بتتحكم في السيركت اللي انا بتحكم فيها، مش انا هسه يا رب في جهاز اللي انا في دي اس اللي انا. طيب فدي مشكله السيمبل كارنت ميرور، خدت في المحاضره بقى حاجه تحل المشكله دي. احنا نوصل حاجه في حاجه كونتستور تاني معانا كاسكود ميرور في نفس الكارنت خدته كاسكود كارنت ميرور صح؟ كاسكود عبارة عن ايه؟ بحط اثنين ترانزستورز فوق بعض. فانا عندي كراوند ميرور عادي. هنعمل ايه؟ هنحط كاسكول ديفايس ام 3 فوق ام 2 بحيث ام 3 يتحكم في قيمه البوتلز بتاع في دي اس 2 ده. مش عارف اظبط الصوت. اظبطه بقى ان في دي اس 2 يساوي كام؟ يساوي في دي اس 1. ساعتها هيبقى في اي ايرور في الميرنج؟ لا انا الريكوايرد عندي اظبط في دي اس 2 يبقى قد في دي اس 1 صح؟ هل انا عارف الاثنين اصلا بيساوي كام؟ في دي اس 1 مش هتعرف تنفيذ ديفايس؟ في دي اس يعني ايه؟ في دي اس واحد على طول في جي اس واحد. اجيبها من الكرنت ممكن اكويشن الكرنت اجيب في جي اس الكام. طيب ازاي بقى اظبط في دي اس 2 دي؟ مين اتحكم فيها؟ الفي بايس. انا عندي في دي اس 2 بتساوي في بايس بس ولا وايرلس ولا ايه؟ لا ترانزستور مش ده مش ده مش في دي ماينس في دي ماينس دي في ماينس في جي اس 3 صح؟ تمام. فانا عندي في بايس دي اقدر اتحكم فيها ازودها او اقللها لحد ما اظبط ايه؟ لحد ما اضمن ان في دي اس 1 قد في دي اس 2. ساعتها بتعمل اي اب 1 ساعتها اي اب واي اب مثلا العلاقه بينهم هنا مفيش اي اب في بي نفسها دي اللي احنا عملناها ان في بي مفيش سيركت ثانيه بقى تيجي في بي مفيش مشكله في الكوره بصراحه تمام. طيب اول حاجه مهمه كده مفيش ايه؟ مفيش ايه؟ طيب احنا ار اب طيب تساوي ايه؟ فار اب احنا بص من هنا حتى في الكاسكود ار اب كان بيساوي ايه؟ ارنود 3 بلس واحد بلس جي ام ارنود مضروب بقى اثنين صح؟ ده اكبر بكتير من مين؟ ارنود بس انا هنا عملت ايه؟ الاول ميلا ما عنديش ايه؟ تاني ميلا عملتها انا عملت ايه؟ تاني ميلا زودتها على اوت قوي ضربتها بواحد بلس جي ام ارنود
ثلاثة بلس واحد بلس جيم ارنولد في ارنولد القديم. يجي بقى في الامتحان هو لي بقى موسفيت مع البي جي تي. في الامتحان قلت له موسفيت مع البي جي تي يقول لي حاجة. شفت المسألة كده؟ بتقول يا كنت بفرق موسفيت وبي جي تي؟ سي بي هذا السكشن ما كملش تصوير. طيب ايه اللي خسرته؟ انا كسبت ولا اخد؟ كسبت انا مش خسرت ايه؟ اول حاجه اصلا الواضحه جدا انا عندي ترانزستور زياده. ترانزستور قبل كده كان بيعرف اثنين هو مين دي فكره بتاع ترانزستور واحد بس دلوقتي بقى عندي اثنين ترانزستور. فدي اب من المخرج تبقى كفايه ان هي بتشغل ده في ساتوريشن وبتشغل ده كمان فين؟ في ساتوريشن. اول حاجه نعم اتحرقت لهم بتاع هنجي اب من هنا دي حاجه وحشه حطه في محاضره المفروض ان هي هتعمل ايه؟ دلوقتي القديم كان شغال في كارن سورس من اول هنا مثلا دلوقتي ده شغال في كارن سورس في ديشن بلانس في حته جديده قوي كده في النص مضيعها مش عارف اشتغل فيها. الحاجات دي بتبطل من حوالي مثلا 3 ل 5 فولت بس فقط حوالي عشان دي حاجه وحشه. طيب حد عنده مشكله على الكاسكول؟ حد معرفش يحسب على الاوتبوت دي؟ اقول انا اقولها لك انا اقولها لك انا اقولها لك جزاء طيب ممكن اقولها بالكموسنج المدر بسرعه ومعها مين؟ خلاص باخد هاي التاريخ صعب بجي ام بجي ام 3 صح؟ بجي ام 3 اوصل بالفايز ده دي سي يبقى في الاي سي شكله عامل ازاي؟ مين ده؟ مين ده؟ واحد مفروض اشحطها صح؟ عايز تتفكر بسرعه طيب تحت الترانزستور ده عند الليميتر بتاعه قصدي عند السورس بتاعه وصل ايه؟ وصل ترانزستور تاني. اول حاجه هشوف ايه؟ هشوف اول نقطه فاشوف معاها جي ام في جي اس 2 صح؟ بس في جي اس 2 بكام؟ اجيتا دي سي هل في اي اي سي سيجنال هنا؟ فاجيتا هيبقى بزيرو السورس اصلا بزيرو يبقى جي ام في جي اس بكام؟ بزيرو يبقى مفيش كارنت سورس هنا هتبقى لي مين بس؟ ارنولد ازاي بقى بنحسب اول اوتبوت؟ حط انا و نحط دي اكس كويس نشوف على اكس بكام صح؟ اول حاجه تعرف عادي هتوزع في الاثنين دول ويتجمع تاني يمشي تحت يبقى ارنولد 2 هيمشي فيها مين؟ اي اكس فعند دي اكس بقى تساوي ايه؟ البوكتز على ده بس البوكتز على ده صح؟ اللي تحت سهل اي اكس في ارنولد 2 صح؟ اللي فوق بقى عرفت ايه كده على البوكتز صح؟ بالظبط اي اكس ماينس الكارت اللي هو جي ام في جي اس 3 صح؟ اي اكس تكون ماينس جي ام 3 في في جي اس 3 صح؟ على جنب كده في جي اس 3 بتساوي ايه؟ في جي 3 بكام؟ في جي 3 بزيرو هتبقى لي نيجاتيف في اس 3 صح؟ في اس 3 عباره عن ايه هنا؟ اي اكس ارنولد يبقى عاملين نيجاتيف اي اكس ارنولد 2 يبقى هعوض هنا النيجاتيف مع النيجاتيف جي ام بلس بلس جي ام 3 أنا اثنين هضرب بقى في مين؟ أنا ثلاثة صح؟ أنا ثلاثة أنا ثلاثة أنا ثلاثة أنا ثلاثة أنا ثلاثة أنا ثلاثة أنا ماشي بس انا عايز اقول لك
بس المهم ان انا الريزنس اللي هزوها تحت دي هتضرب فين؟ 1 بلس جي ام ار. كان عندي ار نوت تحتيه، كان عندي ام 2 تحتيه اللي هو ار نوت 2 اتضرب في ايه؟ 1 بلس جي ام ار. خلاص مش كده يا فندم؟ شمس ممكن ما تمسحش خالص. بتعمل احلى لعبة. قعدت صغير. كم واحد عمل صح؟ واحد عمل في ايه؟ كم واحد تاني؟ اي حد ممكن يعمل اي كلام في ويلسون. وقفت النهارده ويلسون باين؟ ايوه. اي حد كده عامل كارت كبير؟ تختار تعمل كارت كبير ولا اختارها؟ عامل لك يا باشا كارت كبير. طيب ايه الفكره من ويدلر كراند سورس؟ ويدلر. لا حطيت الريزستنس تحت هنا زياده. ايه فايده الريزستنس ده؟ هتدي بين هزود الغرض. مش دي اول ميجر ار ار ايه؟ هي دي بالظبط، بس بدل ار نوت 3 ار نوت بلس فايند بلس جيم ار نوت ار اي ار دي خلاص. اول حاجه زودت بقى ار. طيب الكارت بقى انا رحت الكارت عند الاوتبوت والكارت عند الانبوت. انا قلت ماشي هنا اي ريفرنس الف اي اكو باي ريفرنس. هو ده السؤال. مش عارف احنا بنعمل كارت ميرور. محتاج اعرف كارت ميرور بريشيو قد ايه؟ هجيبها منين؟ قانوني بشكل قانوني واقسمها على بعض من كي بي ال. انا عارف عامل كي بي ال على الروت دي. انا عارف ده عليه بوكس جي بي 1 وده عليه بوكس جي بي 2. انا دي شايف بوكس هنا هي اي باور صح؟ من كي بي ال على طول لازم في بي 1 يساوي ايه؟ يساوي بي 2 بلس اي 2 فار صح؟ بي بي هي علاقته بالكرنت. احنا عارفين الكرنت كان علاقته بي بي هي اكسبوننشال. يبقى العكس بي بي هي علاقته بالكرنت عباره عن ايه؟ لن اللي هي بي تي لن اي اي على اي اس زائد مش عايز ايه. انا عايز انا ماشي على نظام بي تي لن اي 1 على اي اس 1 هتساوي ايه؟ بي تي لن اي 2 على اي اس 2 بس اي 2 فور. هذه الترن ده الناحيه الثانيه. لين حاجه ما يرسل حاجه ورا لين لين حاجه على حاجه بالظبط. بي تي لين بي تي لو دورت الاي اس 1 يساوي اي اس 2 هرسم الاثنين مع بعض هيبقى لي مين؟ بي تي لين بي تي لين اي 1 على اي لين هيساوي ايه؟ لا لا اي كارت اي 2 فور. هذه الميزة في ويزر ان عندي ايه؟ عندي بارامتر زيادة هنا هيتحكم لي في الريشيو بتاع الكارنت ده. انا ممكن احط اثنين نفس الاريا بالظبط وابدا العب في قيمة الريزستور ده عشان اجيب الريشيو اللي انا عايزه. مثلا عايز اميرر الكارنت 100 دولار. هل طبيعي ان انا احط الريزستور؟ احط الريزستور تاني 100 دولار منه؟ لا. بس الاسهل ان انا احط الريزستنس هنا في النص واتحكم في طبيعتها ان انا اجيب ال 100 دولار فوق. يعني مثلا انا هعمل مثلا المهندس كده بيعتمد على البي تي عشان يعني الموضوع ده عارف المسكه فينا وفي ثم الفولتج يعني
طيب انا عندي مساله كده هو ريبورت اي اكتر ب 5 مايكرو امبير عايز قيمه الار والبوينت بي ار دي ايه في كلام ده هتجيب اللي يجيب لي قيمه الاي اكتر ب 5 مايكرو انت بنعوض يا معلم بالظبط هو اي ريفرنس احنا حسبناها قبل كده في كذا مساله اي ريفرنس هو اللي احنا بنسوي ده يبقى تقريبا بقول 3 مللي امبير وانت صح انت مللي امبير انا بالبيش ده على طول انا عندي اي واحد واي 2 اللي هي ريكوايرد 5 مايكرو امبير عارف ان قيمه الار ولا لا هعوض قيمه الار انا بعمل ترانزستور واحد تاني 1000 ضرب منه وقعد عامل حاطط الريس 26 كيلو اللي هي بشريه كبيره قوي عشان اجيب الريشيو الكبيره دي طيب انا حاجه عايز اطلع ار اوت ار اوت ده سوي ايه يا ناس ركزوا معايا ار اوت ده سوي ايه ار اوت سوي ارنود ده الواحد جي ام ار بلس واحد جي ار انا هحسبها ارنود بتساوي ايه؟ ايه على الاي 2 مديني بي ايه ب 100 الاي 2 هحسبها ب 100 ايه محسوب ايه؟ جي ام بتساوي ايه؟ اي على بي دي اي 2 هي 5 مايكرو امبير وبي دي اللي هي 25 ملي فولت اقعد اجيب الجي ام من ارنولد واحسب الار اوت لا مش لازم يعني حسب الايكويشن لا مش لازم لا هي فوق هي تحت هي الايكويشن مش لينير هي لا على حسب بقى الشكل عشان هي لا لينير الايكويشن طيب نعوض اجيب جي ام من ار وعوض اجيب حاليا ب 24 وقت هتستطع قيم كبيرة قوي يعني معايا ضرب في جي ام وارنود ده معناها الارنود طيب انا زي ما ممكن اغير الكرنت يا اما اعمل ويندر واحط الفيسنس يغير قيمة الكرنت صح؟ يا اما احط قيمة الكرنت ميرور عادي هذا غير في غير في إيه زبدني يا ما غير في مين عند فوق أربعة زي كان حد في الـ I reference ماشي ال في الـ D minus ممكن أتحكم فيه أو أتحكم في كم كارم هو ده اللي هو عايز عايز أحطه R disease أحطه R disease كأنه فيش فيلم كأنه simple counter عايز أطلع فيه في أربعة يعني طلع لي I أكتر بخمسة مايكرو أمبير طيب إحنا I أكتر بنساوي اي رقم كان سامي انا عايز اي رقم ب 5 مايكرو امبير صح تمام اي واحد اصلا ال 10 فولت النوعي 10 فولت 0.7 على 4 صح تمام اي ريفرنس كان بيساوي اي واحد بيساوي 0.7 اي واحد بيساوي
هم اللي ناس اللي بس ما عارف 10 سبع على 5 مايل واحده خلاص احسب 4 6 يا
انا في بي واحد عندي بوكس من ناحيه عباره عن ايه؟ في بي واحد بلس اي بار صح؟ بلس اي واحد ار واحد على اليمين عندي ايه؟ في بي اثنين مثلا لو اخدت البرانش ده في بي اثنين بلس اي اثنين ار اثنين صح؟ احط في بي اي في بي تي لين هبقى واحد على اي اس بس واحد قال لك في بي اي بس هنا هتفرق هنا لو هي 0.69 او 0.7 الدي سي مش هتفرق معايا مثلا انا بحسب مثلا زي كنا بنعمل قبل كده دي سي اناليسيس مش هتفرق معايا بس هنا هتفرق معايا 0.7 و 0.69 هتفرق كبير كتير فرق في الريشيو بتاع الاوردر بس كده بسيبها زي ما هي مش هفكش في الكارنت لان هو ده الحاجه اللي انا عايزها عايز اجيب الكارنت ريشيو واعمل اي 2 واي 1 طيب نفس القصه هدي من الناحيه الثانيه اي اس هروح مع اي اس هيبقى لي ايه؟ دي من؟ اي اس من هيساوي ايه؟ اي اثنين اي اثنين هي بالظبط شبه الايكويشن ريزر بس فيها ترم زياده اللي هو ايه؟ ماينس اي 1 ار 1 حتى لو رقم بزيرو هيرجع ايه؟ هيرجع ويفر طيب السؤال ده لو عايز اي 2 يساوي اي ريفرنس يعني اي 2 يساوي اي 1 هيبقى لين 1 بكام؟ بزيرو يبقى لازم هنا اي يساوي كام؟ لو انا عايز اي 2 يساوي اي ريفرنس لازم ار 1 يساوي ار 2 او ار 2 يساوي ار 1 يساوي مين تاني بس لو عايز اي 3 يساوي 2 اي ريفرنس هقعد بقى في الايكويشن في تي لين نص وهنا هيبقى اي احطها مثلا كل واحده قيمتها بقى في الثانيه هطلع فين بس طبيعي هتطلع قريبه من النص بس مش هتطلع قريبه من نص التينه مش هتطلع مستوى بالظبط. انا عملت دي بس بالاي 3 يعني نفس الايكويشن. كان عملت في بي ال في الناحيه الثانيه هتديني ايه؟ في نفس الايكويشن بالظبط في تي ضد اي 3 على اي 1 على اي 3 على اي 3 على اي 3
انا بحسبها على طول اللي هو دي سي ماينس بقى 0.7 وهكذا. شوف بقى الريسيس عندي طالع اي رقم مكان عاصي الايكويشن دي طالع اي رقم عايز عاصي حاجه خالص. حد عنده مشكله؟ عنده سؤال؟ دي مش بوينت 7 بوينت 7 زائد اللايف اور ماشي حصل تحت انتي بس تحت تاني عاملها بسرعه. لا يعني قصدي البي بي اي 0.7 ناقص اي 1 في ار 1 ماشي حصل تحت انتي بس في الاخر قول لي مش قادر امسحها ممكن تشرحها. لا لا مش عايزين بيتكلم صح؟ كانت في البرنش ده شكله عامل ازاي؟ هي مش هتحرك كتيرة بس اللي هي بتيجي على كده في على اللود الحقيقه دي بس الاي واحد انا حاسب بس اي ريفرنس الاول عايزين نطلع اي ريفرنس صح؟ يقول لي تمام ايه بي سي سي ماينس 0.7 على الترم ده صح؟ من اول بي سي سي ماينس البوتل ده على الار صح؟ على 4 بس